136 مشروعا تنمويا، منها ما تم تنفيذه ومنها جاري العمل فيه، سيلمس المواطن والمقيم نتائجها في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، كشف عنها اللقاء السنوي لمكتب محافظ جنوب الباطنة، والتي أكدت على استراتيجية المحافظة في بلورة اللامركزية استنادا لمرتكزات ومحاور رؤية عمان 2040. المحاور الرئيسية تتمثل في المشاريع الاستراتيجية، مشروعي رمال بارك، تطوير الواجهات البحرية، وأيضا في مشاريع أخرى تم استعراضها من خلالها، أيضا تطوير مشاريع الأسواق والجارة تنفيذها حاليا بعض المشاريع، والمشاريع القادمة إن شاء الله سوف تسند من خلال عام 2024. هناك مشاريع تطوير المرافق العامة، رفع مستوى كفاءة الحدائق، سوف نضيف هناك منتزهات، وتكون الأول من نوعها على مستوى المحافظة في الأحياء السكنية. أتمتت الإجراءات ومشروع التحول الرقمي يسيران لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية الرامية إلى الاستفادة من التقانة في تبسيط الإجراءات، وهو ما أكد عليه اللقاء السنوي الذي تضمن محاور تجويد الأداء والارتقاء بالعاملين وبشكل مباشر بالوظائف المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين. تحدثنا في لقائنا ما ماضي هذه المحافظة في تحقيقه، تحدثنا عن المشاريع، تحدثنا عن خطة التحول الرقمي أطلعناهم عليها، كذلك موضوع إدارة التغيير، تحدثنا عن الفرق اللي تم تشكيلها، أدوارهم ومهامهم، طرحنا 4 مشاريع في المناقصات تعنى بالتحول الرقمي. المشاريع هذه عبارة عن خدمات الاتصالات لعموم مؤسسات المحافظة التابعة لمكتب المحافظ، طرحنا مناقصة الاستضافة السحابية وخدمات الدومين، مناقصة أرقية البنية الأساسية للمحافظة، والفصل الشبكي. اللقاء السنوي هذا اتسم بالاستفادة من مرئيات الحضور لتجويد العمل، وهو ما أكد على أهمية العمل التشاركي والنهوض بكافة القطاعات بما يضمن استدامتها في ظل حزمة المشاريع المنفذة والرغبة في الاستثمار في الطاقات الشبابية الواعدة باعتبارهم الركيزة الأساس في مراحل البناء والتنمية. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة.